بخلاف بقى حاجات كتيره جدا، عرفت انها جايبه لي هديه النهارده وكانت عايزه تديها لي سكيتي. قلت لها لا، الهدايا لازم تبقى عين عينك. ادي ادي اصل انا هقول لكم حكايه. استنوا بس عشان تعرفوا عزه فهمي وجمالها. جايبالي انا منى المره اللي فاتت بتقول لي مش عارفه ايه، قلت لها انا بعمل جبنه قريش بالزيتون وبالليمون وهبعت لك يا منى. طبعا اتشغلت فافتكرت من يومين، قلت لا، فقمت عملت لك الجبنه. عزه جايبالي جبنه قريش بالزيتون والليمون. والله قمر يعني. والله العظيم حتاكلي بعد اسود. والله قمر. دي احلى هديه في الدنيا. وده مكتوب في الكتاب بقى، الكتاب بقى فيه الجبنه القريش، فيه مربى اللارنج، فيه المورتا، فيه كل حاجه اللي بتعملها في البيت لحد اللحظه دي. عزه فهمي زي يومي معلمتني يتعمل. لا بطلنا نعمل طبعا كحك. فاطمه دلوقتي حبيبتي دلوقتي تصورنا بقى حاجه زي فولكلور، واحنا نقعد ننقش مع ثريا حفيدتي، ننقش بقى وتصور. بتجيب وقت منين تعملي الحاجات دي؟ ما هو ده ولادي بيقولوا لي كده، لان دول ثيرابي بتاعي. خدي بالك ده الثيرابي، ده بيخليني في حته تانية خالص، ثيرابي فعلا، زي ما تكون روح دكتور نفساني. وبحس ان الحاجات اللي بتتعمل بحب بتبقى طعمها حاجه تاني. الحقيقه الطبيعي انه لما نختم فقره زي دي نقول انه مجرد زياره معارض عزه فهمي متعه في حد ذاتها، حتى لو مش هتشتري. مش بعمل دعايه طبعا، مش محتاجه دعايه. لا، والناس تقرا الكتاب عشان الشباب الجديد يشوف ان الواحد لما بيوصل لحاجه بيمشي مشوار شكله ايه. مشوار مش سهل. مشوار مش سهل. طبعا. مجرد انك يعني هي جوله في الجمال، انما الحقيقه ولانه النهارده الحلقه عن مذكراتها، فهي الجوله في كتابها جوله لها علاقه بالعمق والقيمه. انه الحياه دي على فكره مش مجموعه من الصدف، هي مجموعه من القرارات. صح. هي مجموعه من الاختيارات. صح. وبتعترف عزه فهمي ان يمكن في حاجات ما كانتش صح عملتها في الحياه، او قرارات ما كانتش الاكثر ذكاء، بس بتقول زي ما فرانك سيناترا قال I did it my way. بالظبط. I did it my way. بتحب الأغنية دي؟ جدا جدا. لما اسمعها أقول أحلى حاجة في الدنيا إن أنا I did it my way، إن أنا عشت بالطريقة اللي أنا عايزاها، اللي أنا عايزة أعيش بيها. لو قريت تفاصيل الكتاب انا متاكده انه اي حد من صناع الدراما لو دخل في تفاصيل مذكرات عزه فهمي هيعرف ان هي بذره عظيمه جدا لعمل درامي. هتلاقي في اجواء حقيقيه ممكن تحكي حكايه المصممه اللي اكتشفت ان هي مصممه بعد سنين طويله على فكره، مش من البدايه. لو حياتك اتعملت عمل درامي، مين اللي يمثل دور عزه فهمي؟ لا يا منى ما اعرفش. لا 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 والله العظيم ما لا فكري. والله ما اما انا مش عايزه اقول لك اختيارات لتكون حاجه مش في ذهنك. لا. مين يعني بتشوفي نفس مين ممكن تمثلك وانت صغيره او انت كبيره؟ انا طبعا بحب هند صبري قوي لانها يعني تحفه. تحفه. ست رائعه. او ممكن تعمل الدور مين تاني؟ مين في فترة بقى الشباب الأولى وانتي في العشرينات، مين اللي هتعمل صبي الصنايعي؟ صار عمري ما فكرت، مش عايزة أقول حاجات. عارفة مين ممكن يعمل دورك؟ أسماء أبو اليزيد. أيوة. أو أخريات. أو اللي هي أسماء اللي هي كانت في الباريد. في البريد. أيوة في البريد في الاقصر. ايوه ايوه موهوبه جدا. هايله البنت دي. هايله. لا لا وهتبقى في الافرول زي القمر. ما هو المسلسل كله هيبقى بالافرول. عزه فهمي الاسم والمؤسسه والماركه الاهم هي محصله الحياه والافكار. مش مجرد مذكرات، انما رحله في طول مصر وعرضها من الخمسينات أو ما قبلها حتى هذه اللحظة. رحلة جميلة بسيطة سلسة
بتتكلم عن أهم مصممة حلي في الشرق الأوسط والأكثر نجاحاً في تطويع خامات الفضة والذهب ومؤخراً الألماز اللي تتزين بها النساء في العالم العربي كله.